فاطمة أراك تحملين أزهارا. نعم، اشتراها لي حمد، طلبت منه ذلك. تضعين الأزهار في المطبخ؟ نعم. المطبخ سيصير حديقة. لا، سيبقى مطبخا. فاطمة، أنا أعرف أن الأزهار تكون في الحديقة وفي البيوت أيضا. المهم أن نعتني بها. في البيوت؟ نعم، الأزهار تجمل البيت. أنت يا نعمان، حين ترى الأزهار في الحديقة ألا تحس بالمتعة؟ طبعا طبعا. ماذا تعني المتعة؟ تعني السرور. أيهما تفضل، أن تزور حديقة فيها أزهار أم حديقة بلا أزهار؟ حديقة فيها أزهار. حسنا، ولماذا؟ لأني أحب ألوان الأزهار. حسنا، انظر الآن، أيهما أجمل؟ هذه المزهرية التي بها أزهار أم هذه الثانية الفارغة؟ انتظري، هذه. جميل جميل،